تذكرت بأنها رسائل إلى الداخل، ألا ترى فيها رسالة أيضا للطرف المصري بأنه ربما الحرب ستنتهي يوما ما ولا داعي لهذا القلق ولهذا التصعيد في العلاقات، وخصوصا أن لهجة الجانب المصري أخذت بعدا مختلفا خلال حتى الساعات الـ 48 الماضية؟ إذا شئت أستاذ عمرو، تحليل الموقف الإسرائيلي منذ البداية فيما يخص مصر، أنا أظن أن الموقف الإسرائيلي تبلور على أساس الموقف المصري المبكر للغاية، والذي حذر فيه رئيس الجمهورية بنفسه على مستوى رئاسة الجمهورية وفي الأكاديمية العسكرية المصرية من أمرين: من تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري ورفض هذا رفضا تاما، من المساس بالأمن القومي المصري بمحاولة أي اعتداء أو أي تهجير إلى سيناء. ثم طور الأمر باقتراح رئيس الجمهورية الذي أخذ الآن مسارا دوليا كبيرا، وهو أن نبدأ بالدولة الفلسطينية ونعلن انضمامها إلى الأمم المتحدة وبعدها تتفاوض، وليس أن يؤدي التفاوض إلى الدولة. إسرائيل أعتقد منذ أن لمحت هذا المعنى، هذا الالتزام المصري بالقضية الفلسطينية وبأمنها القومي، تحاول طوال الوقت استفزاز مصر ومحاولة ترويض مصر وترويض مواقفها، تحسبا لأن إسرائيل بالفعل منذ البداية قد عزمت على التصعيد مع الجانب الفلسطيني، وهي في ظني وهي تتلاعب وتتهم، وإسرائيل اتهمت مصر كثيرا كما نعرف جميعا، في سواء على لسان نتنياهو أو وزرائه أو على لسان آخرين في الإعلام الإسرائيلي. هو الفكرة الرئيسية أن تدفع مصر إلى أن تكون محايدة بين قوسين، محايدة أن تكون سلبية تجاه القضية الفلسطينية. لم يؤتي هذه المراهنة لم تؤتي بأي نتيجة، وبالتالي زاد الاستفزاز، ورأينا العلم الإسرائيلي على المجنزرة في منطقة فيلادلفيا، محاولة إرسال رسائل استفزازية إلى مصر، وأيضا طمأنة الجانب الإسرائيلي في نفس الوقت. ومن ثم فأنا أظن أن إسرائيل لديها سقف لهذه اللعبة. إسرائيل لها الآن 46 عاما من السلام مع مصر. هذا السلام هو الذي أرسى كل قواعد التحرك في المنطقة، ولكن واضح أستاذ ضياء أن الحكومة الحالية يعني لا سقف لها في تحركاتها، في فوضاها، في إجرامها. أنا لا أخالفك في هذا أبدا، ولكن أظن أيضا أنه إذا كان داخل الحكومة بعض المهاويس مثل بن جفير أو سموتريتش أو غيرهم، أنا أظن وتصنيفي لنتنياهو طوال الوقت هو كذا، هو اليميني المتطرف الأكثر انتهازية في إسرائيل وفي العالم، وهو يعلم جيدا ما معنى مخاطر أن حجر الزاوية في حالة السلام ما بين قوسين في المنطقة كلها هي مصر، أن يكسر هذا حجر الزاوية. هو يضغط على مصر أو يتصور أنه يضغط عليها من أجل تحييدها لتحقيق ما يراه بالنسبة لمستقبل غزة ومستقبل فلسطين. فوجئ نتنياهو وهو لعله هو الذي لم يتوقع هذا، بأن مصر تتحدث الآن كما كانت طول الوقت لكن بلغة أوضح على أن فلسطين هي قضية القضايا. هذه أمور تصدم نتنياهو، وأنا أظن أنها ستعيده إلى صوابه ليس بوقت بعيد.